لما تكون هي الوحيدة وهي الحياة كلها، ساعتها بتقول لنفسك دي لا بعدها ولا قبلها ولا حبها هتشوفه تاني. وبنبدأ مع مارك وهو بيودع نازلي ويقول لها ممكن تعرفيني أول ما توصلي، لكن كان وداع حزين ويتأثر وكأن في حاجة. وأول ما ركبت القطر فتلاحظ بنوتة صغيرة بتقول لمامتها وهي بتقرأ قصة إن الأجنبة الصغيرة وأمها رجعوا للغابة تاني، بس أمها قالت لها أوعي تبعد عني مرة تانية. وتبتسم نازلي وتبدأ تفتكر لما كانت طفلة وهي بتلعب وبتعمل إنها بتطبخ، وأمها عائشة تهزر معاها وتقول لها أكيد حماتي بتحبني، وريني كده عملت إيه، وتقول لها تسلم إيدك وتشجعها وتعمل إنها بتاكل ومستمتعة. لكن في يوم طفل زقها فوقعت نازلي، وعائشة من خوفها تطلع تزعق له بسرعة بس يا قلبي ما تبكيش، وتبدأ تلعب معاها. نازلي كانت كل حاجة بالنسبة لأمها عائشة، لدرجة إنها كان نفسها تجيب لها كل حاجة، بس للأسف حياتها المادية كانت صعبة فتحاول تلهيها بأي حاجة تانية وتقول لها اجري بسرعة يا نازلي وتلعب معاها أي حاجة تانية مش مكلفة. حنان ما بينتهيش وقلق في وقت التعب والمرض وصهر وخوف مستمر. مش بس كده، دي كانت عندها شغف إن نازلي تكمل تعليمها لمجرد بس إنها تبقى أحسن من أمها. وتقول لجوزها عثمان على فكرة المدرسة قربت تفتح وعاوزين نقدم لبنتنا، اديني بس فلوسها وانا هتصرف في الباقي. فما بيردش عليها، فتقوله انت ما بتردش عليا ليه، وتنادي عليه تاني لكن قال لها مفيش مدارس ومفيش فلوس. ليه يعني عاوزها تبقى زي وزيك؟ فيقول لها مالنا ما احنا كويسين اهو، وايه الفايدة من انها تتعلم في بلد زي دي، ايه يعني اللي هتوصله بعد العلام ده كله. وتحاول ما تبينش لبنتها انها بتتخانق معاه وتهزر معاها وتقوله بنتنا هتتعلم وهتبقى كويس. فتنرفز جامد وقلب الاكل ما تخلينيش افقد صوابي بكلامك ده، ويقوم لكن هي ترجع تاكل بنتها وتهزر معاها تاني. وبعد كده تدخل نازلي المدرسة وتكبر وتمر الايام والسنين، لكن دايما كانت عائشة متعلقة ببنتها، لكن مهما كبرت نازلي كانت في نظر عائشة طفلة لسه. وفي يوم خدتها وراحوا السوق يشتروا حاجة فلقت الحاجة غالية فتحاول تفاصل معاه، لكن نازلي كانت مكسوفة من اللي بيحصل وتقول لها انت بتعملي ايه، هتفضحينا، يعني انت بتتخانقي معاه عشان تنزلي اي فلوس وخلاص، انا ما بحبش اللي انت بتعمليه ده وانت كده بتحرجيني. فتقول لها يا بنتي احنا في السوق وعادي بيحصل كده. فتقول لها انا زهقت، وتسيبها وتمشي. لكن كان كل هم عائشه ان اللي توفره تحاول تشيله وتخبيه وتحط الاكل لجوزها، ويقول لها سبانخ تاني زي كل يوم، هي الفلوس اللي انا بديها لك دي كل يوم بتروح فين؟ ونازلي تسمعهم هم بيتخانقوا زي كل يوم وتتوتر، وعائشه تقول له انت بتضيع اي فلوس معاك، فيقول لها انا معيش فلوس اصلا. فتقوم تتاكد وما تلاقيش فعلا فتحدفوا بيها، ويتخانقوا تاني وهي متوترة اكتر وتبكي من اللي بتسمعه زي كل يوم. وفي المدرسة تحكي لمريم زميلتها عن اللي بتعيشه كل يوم وتقول لها انا خلاص زهقت من العيشة دي، انا اول ما ادخل الجامعة هسيب البلد دي واروح اسطنبول ومش راجعة هنا تاني. تقول لها طب فك كده وتحكي وتاخدها بالحضن، لكن فجأة تلاقي مامتها داخلة عليهم وتروح لها، لكن قالت لها انت ايه اللي جابك هنا بالمنظر ده، مالي يا بنتي ما انا كويسة هو، وعلى العموم ما تقلقيش انا همشي بسرعة. فتقول لها انت كده هتفضحيني وسط اصحابي، لكن قالت لها انا اسفه ما كانش قصدي. بس امها صعبت عليها فقالت لها خلاص يا ماما هات الاكل اللي معاكي ولو سمحتي امشي بقى من هنا، وتروح لمريم وتقعد معاها تاني وتقعد تبص للاكل اللي في ايديها. لكن بعد كده قالت لها هو في ايه، هو البلد دي وحشه قوي كده؟ فتقول لها وايه بس اللي بيتحب فيها، طب باباكي موافق انك تسيبيها، هو فين بس هو حاسس اني موجوده اصلا في حياته. واول ما ترجع تسمعهم وهم بيتخانقوا برضه تاني، فتطلع ولسه هتحوشه وتحاسبه انت من امتى بتحاسبيني، ولسه هيضربها. امها تحوشه ويتعصب اكتر ويسيبهم، وتقول لها ما تخافيش هو بيغضب شويه وهيهدى تاني، تعالي بس انت اقعدي معايا. لكن نازلي تقول لها انت ليه مستحمله كل ده ومش بتسيبيه، فبتتوتر وتقول لها اروح فين بس، لا ليا اهل ولا بيت تاني ولا حتى فلوس، انا ما سبتوش عشانك. فتقول لها عشاني انا؟ فتقول لها اه طبعا، مين هيفتح بيته لواحده زيي ومعاها طفله لسه، احنا يا دوبك كنا عايشين هنا وعندنا سقف نعرف ننام تحته. فتقول لها يا ريتك سبتيني وما كانش حصل كل ده، لو كنت سبتك كان باباكي جوزك اول ما يبقى عندك 16 سنة ولا كان عمرك اتعلمتي، سيبك انتي انا هقوم اعملك حاجة تاكليها. لكن بعد كده الدنيا ما كانتش سايعاها من الفرحة، وتعرفها انها خلاص نجحت في الثانوية العامة، وتاخدها امها بالحضن وفرحة غير عادية زي اي ام. لكن نازلي تقول لها خلاص اخيرا هسافر واسيب المكان ده واروح اسطنبول. فتقول لها ليه كده بس يا بنتي، مفيش مكان قريب شوية، على العموم ولا يهمك، وابوها يوصل وتعرفه وهو
هو للأسف مش عارف يعبر عن مشاعره، وعثمان ياخدها ويوصلها للأتوبيس، وعائشة من كتر فرحتها ببنتها عاوزاه يمشي بسرعة ويتعصب إن بنته هتسيبهم، فتقول له ما تقلقش في ناس أعرفهم هناك وهيهتموا بيها، وتدي بنتها الشنطة وتقول لها خدي دي في إيدك وخلي بالك منها، هتحتاجي منها حاجات كتير، وتديها عنوان نسرين زميلتها. لكن عثمان برضه كان من جواه متأثر ويديها حاجة ويودعها وتبوس إيده، وبعد كده اكتشفت إن موبايل بس معرفتش تشغله، وإن الشنطة كمان كان فيها الفلوس اللي أمها كانت بتحوشها طول عمرها عشان لحظة زي دي. وأول ما وصلت راحت لقريبتهم نسرين اللي كان عندها كافيه وشغلت لها الموبايل واتصلت بأمها وتطمنها، ونسرين تاخدها للسكن اللي هتقعد فيه وتتفق معاها إنها تروح الجامعة الصبح وتشتغل معاها في الكافيه آخر النهار. لكن ما جالهاش أول يوم نوم، فتكلم مامتها وأمها تغني لها لحد ما نامت، وتنزل تروح الجامعة وتبدأ تتعود على المكان وتتصاحب على ناس. لكن بالصدفة وهي بتذاكر سمعت صوت عمال شغالين في الشقة اللي تحت، فتنزل تشوف فيه ايه، واول ما خبطت يخرج مرض وتقول له انا مش عارفة ذاكر من الصوت، فيقول لها دي مجرد تعديلات بس. لكن طلع لها تاني ويتأسف انا ما كنتش اعرف ان في حد ساكن هنا، ويقول لها خد الدفاية دي عشان احنا قفلنا نظام التدفئة، ويتعرف عليها ويعرف ان اسمها نازلي، وتبدأ مشاعرها تتحرك وانجذاب وتخرج معاه، وامها تتصل تطمن عليها بس بتقفل معاها بسرعة وكأنها مكسوفة تكلمها قدامه. لكن امها قررت تروح تعمل لها زيارة وخدت معاها كل حاجة ممكن بنتها تحتاجها، وحنية ام ملهاش مثيل، وتلاحظ ان نازلي متعلقة بحد فتحاول تلغيها وتعرف هو مين، بس تقول لها مفيش حاجة دول زمايلي. وتعدي الايام والانجذاب بيزيد وتتخرج من الجامعة وبقت معلمة اطفال، ومرت يعزمها هي واهلها عشان يطلب ايديها ويتجوزها، وزي اي ام بتستنى اللحظه ديت وتستعد كده، ويروحوا يقابلوا اهل مارت. واول ما دخلوا وشافوا منظرهم، نهال والده مارت تستغرب منهم وتتكلم كلام على انها رافضه الجوازه دي، وعائشه تتنرفز عليها بسبب طريقتها وتسيب المكان وتاخد بنتها وتمشي، ومارت يتاثر ويقول لها اسكتي بقى كفايه كده. لكن بنتها تأنبها على اللي عملته، وامها تقول لها انت جبتينا كل المسافه دي عشان نسمع الكلام ده، فتقول لها بطلي بقى، مش كفايه الاحراج اللي انت عايشاني فيه طول السنين دي كلها، بوظت حياتي. فتقول لها انا اللي بوظت حياتك، فما بتردش عليها وتسيبها وتمشي، وحياتها بقت صعبه واكتئاب طول الوقت، وامها حاسه بيها وبمشاعرها ورافضه كل حاجه، وعائشه مش عارفه تعمل ايه. لكن نزلت في عز البرد وراحت لنهال وتعرفها ان حاله بنتها بقت وحشه، وتترجاها انها توافق على الجواز من ابنها، وتوعدها انها مش هتزورهم تاني عشان ما يقولوش ان حالتهم الماديه صعبه، ولو حد سالهم عنهم يعرفوهم ان بنتهم يتيمه. فبتوافق نهال واتجوزت نازلي من مارت، وبعد فترة عرفت ان عثمان باباها اتوفى، فقررت تروح الجنازة وتشوف امها، وامها تعرف بالصدفة انها حامل، وعشان ما تبينش قدام الناس انها اخر واحدة تعرف، فتقول انها كانت تعرف بس ما كانتش مركزة بس، وتسيبها وترجع مع جوزها، وامها تقول لها خدي بالك من نفسك وانا هنا لو احتجتي حاجة مني. وتعدي الايام وتخلف نازلي، والكل فرحان ويشوفوه وهو في الحضان، والكل في سعادة وفرحة، وامها تهتم بيها في المستشفى. لكن جالها خبر ان ابنها توفى وتنهار ومحدش قادر يمسك نفسه، ومارت ياخدها في حضنه، وبعد كده تقول لها ولا يهمك انت لسه صغيرة واكيد ربنا هيعوضك، فتتعصب عليها جامد سيبيني في حالي وبعيدة عني. فرجعت عائشة تاني للوحدة، بس بعد غياب رجعت لها بنتها تاني، وامها تستغرب وتسامحها وتاخدها بالحضن وتحاول تطمن عليها وتسألها عن اللي رجعها تاني، فتقول لها ابدا انا جاية اقعد معاكي شوية وعاوز انام في حضنك تاني. لكن جوزها يرن عليها كل شوية وهي ما بتردش عليه وكأن في حاجة، والغريب انها راحت لمريم زميلتها وتقول لها خدي بالك من امي وانها امانة معاكي عشان هسافر بعيد، وتتقرب من عائشة اكتر وتحاول تعوضها عن اللي فات. وبالصدفة مارت يتصل عليها ومنهار، وعائشة ترد عليه، لكن اتصدمت انه بيقول لها وهو بيبكي ان نازلي هتموت بسبب سرطان البنكرياس، وعشان خاطري اوعي تعرفيها حاجة، وتنهار وتاخد نفسها بالعافية وتحاول ما تبينش انها عارفة، بس خلاص ما عادتش قادرة وتركيزها بدأ يقل، فتحاول تدفيها بأي حاجة. ونازلي مستغربة في ايه يا امي، فتعرف انها عرفت خلاص، فتقول لها انا خايفة جدا، انا اسفة اني سبتك طول السنين دي كلها، واسفة ان كنت بقلل منك، ازاي هسيبك تاني. فبتتوتر وتقول لها قومي البسي بسرعة، انا السبب في كل ده، ما قدرتش اعتني بيكي اكتر من كده، هترجعي وتتعالجي ومش هسامحك الا لما ترجعي، اوعديني انك ترجعي تاني وتردد تاني وتالت، انا ما قدرتش اعتني بيكي لحد ما انهارت. فتقول لها اوعدك خلاص وتحضنها، وفي النهاية توصلها للقطر
وتودحها تاني والقطر يبدا يتحرك وتمشي معاه وتودحها اكتر ومش عارفه تعمل ايه وتبكي واشتياق ام واحساس ما يتوصفش ولحظه فراق وتقول لها ما تسيبنيش يا امي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتزورونا على جروب Arabic Trailer Fans على الفيسبوك وصفحتنا على الانستا ونشوفكم في فيلم جديد.